السلام عليكم، مرحبا بكم. فيديو جديد اليوم، الفيديو ديالنا ديال التغذيه. ما بقى لي والو في الثلاجه، دونك غادي ندير اللائحه ديالي. بطبيعه الحال انا علي وجدتها، غادي نشري اللي خاصني من بعد ما شفت كلشي اللي خاصني في الخزين وفي الثلاجه. وها نحن مستعدون. ها السيكان، كنهز كلشي، السيكان، البولصه ديال الخبز، هادو ديال الخضره، والسيكان، والثلاجة اللي كندير فيها دانون. هذه الثلاجة هذه كتحافظ على البرودة. وصافي، السلام عليكم، مرحبا بكم. فيديو جديد اليوم، الفيديو ديالنا ديال التقضية. ما بقى لي والو في الثلاجة، دونك غادي ندير اول حاجة غادي نديرها اللائحة ديال المشتريات اللي باغا نتقدا. علاش كندير اللائحه؟ لان فاش كنمشيو دائما نتقداو كنصدقوا شاريين حوايج اخرى يمكن كاع ما غاديش نستعملوها في الدار، ولا ما غاديش نغنيها لك، واللي يمكن لك تستعمليه، ماشي غير نشريو ونحطو في الثلاجه. دونك هاد لاجوندا غزاله، هادي كتجي كل كتجيب لي فراز بالجمل. ها شي كتجي زوينه، كتعجبني هذه، كتبين فيها كيري تي ماس كي اير بيرو مينوس كي مانيانا، يعني حب نفسك اكثر من البارح وقل من غدا، لان غدا غادي تحبي راسك اكثر من اليوم. ده ميساج زوين اللي كيوصل. دونك غادي ندير اللائحه ديالي اللي خاصني، وديك الساعه نمشي. وها نحن مستعدون. ها السيكان، كنهز كلشي، السيكان، البولصه ديال الخبز، هادو ديال الخضره، والسيكان، والثلاجه اللي كندير فيها دانون. هذه الثلاجه هذه كتحافظ على البروده. وصافي، وها هي الصخيره تقديت. ها انا جبت كلشي، دابا غادي نجيب كاع الحوايج، نغسل الخضره ونستف كلشي. غادي نبدا بالمسائل اللي ندير في الكونجيلاتور دغيا. هاد المره حطيت غير البروكولي، مازال عندي الخضره، مازال عندي الخضره ديال الكونجيلاتور، وخديت البروكولي، خديت الصوجا، الطوفو ديال الصوجا، وخديت هاد السالتيتشاس ديال الطوفو، خديت السالمون. غادي نجربو اول مره، غادي نجرب هاد السالمون ديال ميركادونا، كيتباع هكا طروف كبار كونجيلي باش نديرهم هكا البلانطا. شفتو الثمن ديالو مناسب، خديت جوج باش نجربهم، الا عجبنا هو هذاك، ما عجبناش نرجعو للطروف الاخرين اللي كنت كنشري من ليدل. وخديت، بما ان دابا بالفنوين جايبين بزاف ديال، جايبين هكا لي زوفر ديال الغامبا وهادي، خديت هاد الكاخه اللي كتجي فيها كيلو، كدير 10.50 فيها كيلو، ها هي خضره كبيره في الكونجيلاتور، كيجيو فيها من 32 38 حبه، والوزن ديالها كيلو ديال البيسكانوف. خديت في اللاكتيوس، خديت نطيه ديال الغيطه، يوغور ديال البنيته ديال الكوكو، يوغور غرياغو كنستعمله لانه ناقص في الكربوهيدرات، كناخدو هذا، وهذا كناخدوه بحال بوستري ديال لا بروتين زوين. هذا شوكولا فانيليا بلو بيري و غرانادا، هادو كانوا في الفلوف، وهادو ما كانوش فلوف، لانه كيدير هذا فلوف كيدير 55 سنت، وهذا حتى هو 55، وهذا كيدير 1.20 أورو. لي يوغور بيو، ديال البنيته، ديت هاد الباستا فريسكا، دابا ولات كتعجبهم بزاف، هادي ديال الريكوتا و لي زيبينار، خديت جوج. الناطا مخديتش الاستونيانا حيت نسيتها، هادي خديتها من ميركادونا ديال الطياب ديال الصوجا، وفرا هادي العادية. ياغور دي بيبر ديال الصابور بلاطانو فريسا،
وخديت مازال عندي الفرماج غيي ديال الغراتينات، خديت هذا الالمنتال، خديت هاد بروفولون نديرو على بلانشا نديرو مشوي يجي زوين بلاصوص فيرت، هذا فرماج بيض، وخديت هاد الماسا ديال الاوخاضري كيجيو فيها دو زونيتي، بغيت ندير دي زونطري يمكن نشاركهم معاكم نديرهم مختلفين هكا هانتوما هادو زوينين هادو كيجيو جوج اونيتي من ميركادونا. دونك غادي نحطي هاد الشيء وندوز معاكم للمسائل الاخرى اللي خديت. خديت هنايا نبدا بلي بات، لي بات هاد المره خديتهم كاملين بلا سيريال او لا بالصالاد بسبيناكا وطوماطي هانتوما ديال ماركا غايو زوين هادو ما كيتعجنوش و ما كناكلوش غير الطحين يعني مخلطين شويه بالخضر هذه باللي زيبينا والمطيشه الحبات ديالهم صغيورين وما كيتهراوش ما كيتنفخوش بزاف في لاصالاد. خديت هذا ديال الكينوا والحبوب مختلط لاباستا وهذا بالخضر الخيزو والكيل والسبيرولينا زوينين. خديت هاد الشعريه رقيقه وغليظه كنديرهم لها في الطاخير بنتي. خديت اغار اغار كيعجبني ندير طرطا دي كيسو كيعجبني ندير الخيلاتينا دونك بلي صابور خديت اغار اغار. وخديت هاد الروز فابوريزي، حنا مكناش كنستعملو الروز بسماتي كيجي بحال البلاستيك دونك هذا فابوريزي زوين ما كيتعجنش وما كيطيحش في الطياب يعني ما كيتهرش. شنو اخر خديت هاد لي تنتن ديال بنتي المدرسه هذا كيجي فيه طريب الشوكولا وخبيزات صغيورين مالحين هادي ديال السناك وصافي للمدرسه مع العصير مع فلوطه. خديت هاد ريغانيا بزيت البلديه وسيسام كتعجبنا مع لاصالاد ولا مع الكوري. خديت لها هاد الفروي هذا واجد ها هو كيجي هنايا بلي كومبوت فلافل مشويه. خديت الذره كيديروها في انصالاديه خيزو العصير ديالها ديال كل اسبوع هذا هي ناقص بزاف السكر. وخديت لي كابسول ديال القهوه ديال كولومبيا واثيوبيا هذا جاي من السم من كهف الازهار وهذا ما رانيش عارفه اسيدولي ما عرفتش المذاق ديالو كيفاش داير. شنو اخر خديت الزيتون بلا عظم وخديت هاد سويبا هكا في الليل البنيته كيعجبوها هاد السويبات فيهم انغريديون ناتورال وما فيهمش البلوطاماتو يعني مزيان مع صدر دجاج او لا صوصيس كيجي رائع. شنو كون خديت لاصوص طوماط اليوس هادي بيستو صالحه للباستا كتجي مع الخضر مع الفلفله والمطيشه والقرعه وناقصه السكر الصراحه لان كاع لي صوص طوماط كيكونوا عامرين سكر. هادي كونسونطري سوليس خديت هاد فليتوري وناقصه ملحه وناقصه هانتوما ملحه راه ما فيهاش بزاف وجوج فاصله 8 السكر. خديت الحمص ندير حمص كيعجبني هذا بميركادونا كيهبط دغيا من القرعه وكيجي زوين. شنو اخر خديت البيض كامبيرو جوج ديال الباكيتات ديال 6 فواكه الجافه كالعاده اللوز والقرقاه و اناكاردو خديت هاد الزريعه بدون ملحه لان ديك البليه اللي عندي ديال اغواصال عامل ملحه ولو كوك كي غوتوني بزاف لي ليكيد دونك غنشرب هادي بدون ملح. خديت الزبيب هاكا شي شهيوه بالكسكسو ولا شي حاجه اللي عندي في الدار. خديت طحين هذا طحين ديال الفوارصه مره هادي ديال ريبوستوري صراحه مره بيسكوتشو هكا في الدار مع الشوفان. ودابا جات الوقيته ديال التورون راكو عارفين وين في اوروبا لي تورون ولي الشوكولا بنادم كيحير دونك هادو ما كيكونوش طول العام. انا خديت كنمشي للناحيه ديال بدون سكر وكيعجبوني هادو كيعجبني هذا ديال لاكريم ديال اللوز وديال البيض هذا ديال ماتوستادا محمقنا وهذا حتى هو ديال الصفر البيض مع اللوز كيجي رائع كيجي رطب الداخل هانتوما ما فيهمش السكر لان الاخرين عامرين سكر وكيتخدموا غير بالسكر السكر كيكون اول مكون هو السكر. المهم خديناهم هادو ما كيكونوش العام كامل كيخرجوا غير في نويل دونك الواحد يستغل الفرصه ويهز شكيلات يحيد ديك النشوه وديك
دير ابيريتيفو مره مره هكا في الليل كيتفرج التلفازه. هنا خديت حليب اللوز بدون سكر، كناخذ انا هذا حليب الكوك ديالي، وبنتي كناخذ لها هذا بيو، كلهم بيو. يلا ديالي حليب الكوك اللي ما كنلقاش، كنلقى الرز والكوك ولكن غير الكوك بوحدو ما كنلقاش، ما كنلقاش بيو، دونك كناخذوه بيو باش ما ناخذوش الحليب راكو عارفين هرموني. وهذا صافي، هنايا مواد التنظيف والليجيان نشاركها معكم. هادو زيوفة ديال الوجه كيكونوا بثمن مناسب، الماركة ديال اوشون وفيها 200 بانويلو، كنستعمل انا هاد الماركة. خديت قطينات ديال الودنين هادو من الكامبو، تا هما كيجيو في هاد الشكل، هادو فيه 60 حبة مزيانين هادو، يعني ما كيدخلوش بزاف في الودن وما يقدوش يديروا لك الضرر في الودن ديالك الا درتي مثلا درتيهم بزاف. ها انت ها في جايين هما. خديت هاد الكريمة ايدراتون في بنتي في الليل فاش كتواش، وهذا تدهنت ايدراتي لو فيزاج ديالها بيو مزيانه ديال ليكستري ديال كاليندولا. ما عرفتش انا شنو هاد العشبه، زوينه ولكن ما عرفتش انا شنو هي بالعربيه، كاتبين الترجمه ديالها باغ انترنيت هي وردة القطيفه ولا القطيفه ولا ما عرفتش. خديت جوج ماسكاريات افي بي دوس هادو ميركادونا، حشاكم عزكم الله الميكات ديال الزبل. خديت هاد الباك ديال طويطات ايجينيك بزاف ديال الكريمين، هادو زوينين جايين ما فيهمش الكول، ما فيهم زيرو بارفان زيرو الكول. يجي الباك فيه ثلاثة واقتصادي يمكن ثلاثة اورو خمسين ولا المهم حسن. صابون دليتين كان على نتقاضى ليا هنايا، نكتبو صابون دليتين. انا كناخد اي واحد رخيص كنهزو، ما كنمشيش لان داك ديال الجليسيرين ديال بيلي بلوس بحال الا كيزيت اليد، كيعجبني انا هذا كتكون فيه الريحه زوينه. هاد المره خديت سوافي سانتي هذا، علاش؟ لان غادي نديرو مع هذا ديال المخسيه كيتواتاو في الريحه. هذا ديال طواليت ما كيخطانيش، هذا هو اللي كيعجبني. وهذا المعطر حتى هو ولا كيعجبني بزاف، هذا في البانيو في الحمام. هذه المره خديت غير هذا، ما خديتش فايري، خديت هذا كل مره شنو كنهز. وخديت هذا الفاز كنحمق على لي طاس، كل وحده عندي في ستيل كتحمقني. هذا ما لقيتش في الخضيضر بحال اللوين ديال الطبيصلات ديالي، خديت هذا اللي خديته من الكامبو. ومن ميركادونا خديت هاد الايلاينر في المارو، ما عنديش بحال ستيلو. وخديت هاد لي زامبول ديال الوجه فيهم كودياس كونسونطري كيريا فيرمي انتي اروغا، يعني زوين. و اكستراكتو دي جينغولوا فيتامين ودار الفواكه كما العاده. انا كنتسخر غير اللي كنحتاج للدار ديالي واللي كناكلو اللي كنستعملوه بزاف. وهاد المره خديت هاد الخبز ديال البرجر، الصراحه زوين، جربناه زوين احسن من دوك الاخرين اللي كيتباعوا راكو عارفينهم، دوك كيجيو خاويين لداخل، هذا بحال الخبز ديال الدار. وصافي هنايا كانوا باقي لي هنايا شي شويه ديال الفاكهه باش ما نضيعهاش، قشرتها وقطعتها وغادي نخبعها في زيبلوك. كنحتاجها في العصير هكا لبنيته ولا ندير فيها شي كيكا ولا شي حاجه، المهم راه عندنا في الكونجيلاتور ما بقاش. وصا
صافي كندوز كنسول كل حاجه في بلاصتها، البيض في الطويصه ديالو، المهم لي بات نديرهم في الطويصات ديالهم كما كتشوفوا. اي حاجه كيعجبني ننظمها في الطاسه ديالها هكا. اي فرد من العائله الا بغى يوجد شي حاجه كيعرف بلاصتها فين كاينه. هنايا داك لو بتي بابيي خبعتو تما باش فاش نوضو نوجدو نعرفو شحال ديال الماء كيحتاج وشحال ديال الوقت كيوجد فيه الرز. للاسف ايكيا ما بقاتش كتجيب هاد القراعي الزجاج اللي عندهم الغطايه كنشوفوا منها كلشي لداخل، ما بقاوش كيفابريكيوهم. كانوا عاجبيني نزيد منهم لكن سولت قالوا لي صافي ما بقاوش كيجيبوهم. انا هذا هو الروتين ديالي من بعد كل تسخيره، كل حاجه كنديرها في بلاصتها، وسائل التنظيف بالماريو ديالهم، القطاني، لي بات، اي حاجه كيعجبني نديرها في بلاصتها. كنحس بواحد الراحه تامه فاش كنسالي كلشي، نغونجي كلشي المسائل. وبغيت نهضر لكم على هاد لي زي بلوك ديال السيليكون، رائعين جدا. الا خبعنا فيهم النعناع اولا الربيع اولا المعدنوس كيحافظ عليه، كيبقى طري ما كيوقعلو حتى حاجه. انا كنوريكم هنايا نقدو نخبعو فيهم حتى الماكله في الكونجيلاتور ما كيطرى فيهم حتى حاجه، وكذلك يمكننا نطيبو فيهم في الميكرو اوند مثلا الفابور، مثلا بروكولي، بطاطا صغيره مسلوقه، اي حاجه، رائعين جدا. والبنات اللي باغيين يشريوهم راه كيتباعوا في البريمور ناقصين ثمن على بلايص اخرى، لان انا لقيتهم في الكورت انجليز غاليين بزاف، واكتشفتهم داك النهار في البريمور. غير هما ما عندهمش الالوان، عندهم غير الغوزي، ما عندهمش البيض، ما عندهمش الزرق، عندهم غير داك الغوزي، لكن ما فيها باس. احسن طريقه باش يوجد معنا دغيا لافوكا هو اننا نلويوه في الكاغيط ونخليوه يومين صافي كيوجد معنا. الفيديو ديالنا جا على النهايه ديالو، شاركت معكم التقديه ديالي ديال السيمانه وكيفاش كننظمها با با با. الى عجبكم الفيديو شيروا له لايك وخليوا لي ميساج. شكرا جزيلا على المشاهده، والى فيديو قادم ان شاء الله. يلا في امان الله، مع السلامه.